أهلا بكم. بعد أيام معدودة ستكشف الانتخابات الرئاسية التونسية عن ثاني رئيس منتخب بعد السبسي أو عن المرشحين المتأهلين للدور الثاني، فالحدث مهم في كلتا الحالتين. الخريطة متذبذبة ومتأرجحة، تفككت تحالفات دون ظهور أخرى ترشح للمقعد الغث والسمين. ربما السمة الأبرز للمشهد الحالي هي تنافس الجميع، مما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل المشهد السياسي على النحو السابق للرئاسيات أو على نحو جديد، مع أن النخب السياسية هي ذاتها ولا عبرة بالبرامج. يتنافس الجميع على شارع عام محبط نتيجة عدم إحراز أي تقدم بشأن تحقيق أدنى مطالبه منذ ما يقرب من 9 سنوات. قراءات ترى أن الرئاسيات مرحلة مهمة، ولكون المقعد الرئاسي لا يقبل القسمة على 2، فقد تفرق الجميع في طلبه على أن تعود المياه إلى مجاريها بين حلفاء الأمس. قراءات أخرى تجزم بأن أهمية اقتراع الأحد القادم تكمن في كونه تمرينا وتهيئة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أكتوبر القادم، والتي ستفصح عن الحاكم الفعلي لتونس ذات النظام الدستوري الهجين. لمحللين نحن أيضا في قابل النقاش تحليلاتهم للمشهد الغامض، استشرافاتهم أيضا لما سيسفر عنه من حلحلة أو تأزيم في حلقة بعنوان السباق الرئاسي في تونس، موازين القوى في امتحانات الحسم. يشاركنا من تونس العاصمة في التحليل والنقاش كل من الأستاذ أمين ثابت، أستاذ مختص في القانون الدستوري، الدكتور خالد عبيد، أستاذ التاريخ السياسي المعاصر بجامعة منوبة، والسيدة أسيا العتروس، رئيس تحرير صحيفة الصباح التونسية. كما تعودنا إذا نبدأ الحلقة بتساؤل واحد يتطلب إجابات مختصرة. اقتراع الأحد القادم يحسم الأزمة في تونس أم سيؤجج الصراع أكثر؟ أبدأ معك أستاذ أمين. في الواقع أعتقد أنه اقتراع يوم 15 سبتمبر قد يؤجج أكثر الأزمة الحالية التي قد نفسر فيما بعد أسبابها، خاصة في حالة فوز زوج مترشحين اللي هما واحد منهم سجين وهو نبيل القروي صاحب قناة نسمة، أو فوز رجل الأعمال سليم الرياحي اللي هو مترشح ولكنه في متواجد خارج تراب الوطن، فيه بطاقة جلب من القضاء. نعم، كيف ترى الأمر دكتور خالد؟ أعتقد أن اقتراع يوم الأحد سيؤجل الحسم إلى حد الدور الثاني، وفي الدور الثاني سيقع الحسم. لكن وفي رأيي هناك مسألة أخرى، أنه في الدور الثاني سيقع تأجيج الصراع سياسيا، لكنه سيحسم هذا الصراع من الناحية الانتخابية. ماذا عنك سيدة آسيا؟ شكرا، اسمحي لي سيدتي أن أهنئكم. كنت أرى على الشاشة أنكم تحيون يعني 50 عام على إطلاق أو البث التلفزي مباشر. صحيح. تهانينا لكم. شكرا. بالتأكيد أن هذه خطوة إضافية نحو حسم أعقد اختبار تمر به التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، وفي تحديد المستقبل، وهي يعني ربما تكون أخطر انتخابات تواجهها تونس في هذه المرحلة. لهذه العناوين براهين وتفاصيل نستفيد فيها بعد حين. مشهد سياسي تونسي يكتنفه الكثير من الغموض وسط سباق محموم إلى قصر قرطاج. عدد خاطبي ود الناخب التونسي كبير للغاية، بل إنه غير معتاد، فلا أحد يمكنه الجزم بحسم رئاسياتي في دور أول، ولا أحد يمكنه التكهن بمن سيكون رئيسا للجمهورية التونسية، الأمر الذي يفتح الباب أمام الكثير من الاحتمالات والمفاجآت غير المتوقعة للفوز بكرسي الرئاسة. وفي مبادرة ديمقراطية غير مسبوقة في العالم العربي، استخدم المتنافسون سلاح المناظرات التلفزيونية، فطفق كل مترشح يغني على برنامجه الانتخابي يستعرض مواقفه من مختلف القضايا العربية والعالمية ومن سبل تطوير العلاقات الدولية للبلاد. نصف الناخبين أو يزيد من الشباب والنساء، مما يعني أن هاتين الفئتين ستكونان قادرتين على لعب دور محوري في رسم المعادلة السياسية في تونس، إن لم تزد الانقسامات والتجاذبات من تشتيت الأصوات لصالح مرشحين معيقين لما تعتقد المرأة التونسية أنها حققته في مسار نضالي شاق وطويل. نقاشنا يبدأ الآن.
أبدأ معك دكتور خالد. دكتور، هناك طفرة ووفرة في عدد المترشحين، من 98 وصلنا إلى 26 تم قبول ملفاتهم. هل هي حالة ديمقراطية صحية أم هي مجرد انعكاس لهذا التشرذم، لهذا الانقسام في الساحة السياسية التونسية قبل وحتى بعد أيضا وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي؟ هما الاثنين في نفس الوقت، باعتبار أننا لو قمنا بمقارنة بين انتخابات 2019 الحالية وكذلك انتخابات 2014 للاحظنا أن هناك قد ترشح في انتخابات 2014 حوالي 27 مترشحا، ولذلك أن ينقص هذا العدد في انتخابات 2019 بشخص واحد، بمترشح واحد فقط، فهو أمر في نهاية الأمر يمكن أن نعتبره عاديا. لكن وفي نفس الوقت هذه المسألة نعتبرها ظاهرة صحية، باعتبار أن الانتقال الديمقراطي والمسار الديمقراطي في تونس ما زال في طور البداية، وهناك رغبة لدى العديد من أجل أن يترشح في أعلى هرم السلطة، خاصة وأن مثل هذه الأمور لم تكن ممكنة في فترة ما قبل 2011. وفي ذات الوقت يمكن أن نعتبرها أيضا هناك ظاهرة سلبية، بالنظر إلى أن هناك البعض من المترشحين كان من الأجدر لو لم يقدموا أنفسهم، باعتبار أن هناك عدة اعتبارات ترجع إلى ضحالة مستواهم وضحالة قدرتهم على تقديم المطلوب في هذه الفترة الحساسة التي تعيشها تونس. وقد أظهرت هذه المناظرات التي حدثت في تونس البعض من هذه المستويات التي ذكرناها. أستاذ أمين، بحسب نظام حكم تونس الحالي والمستند إلى دستور الذي اعتمد رسميا في 27 من يناير 2014، أظهر رئيس الجمهورية بصلاحيات محدودة أحيانا توصف بأنها منقوصة. لماذا إذن كل هذه الاستماتة على منصب لا يحمل في طياته الكثير من المسؤوليات أو الكثير من السلطة؟ أعتقد أن هذه ما وصرتموه باستماتة من أجل هذا المنصب هو يقوم على سببين بالأساس. هناك سبب أول، وهني أخص بالذكر يعني الترشيحات الجدية التي جاءت من أحزاب قوية نسبيا. هذه الأحزاب تعتقد أنها في حالة الظفر بالرئاسة وفي حالة الظفر كذلك بالأغلبية البرلمانية سوف يكون لها وزن قوي على الساحة السياسية، وهو مشهد قد وقع في السابق عندما ظفر نداء تونس بالأغلبية البرلمانية 2014 وكذلك بالرئاسة، بالرغم بقطع النظر عن تحالفه مع حزب النهضة يعني تقوية هذه الأغلبية. ولكن هناك أيضا انشأنا في مخيال التونسي التونسية نظرا لتاريخ تونس الحديث منذ الاستقلال إلى اليوم، تونس عرفت دائما نظام رئاسي، ونظام رئاسي يعني فيه مركزية قوية وفي صلاحيات كبيرة جدا لرئيس الجمهورية، في عدم توازن تماما مع بقية صلاحيات الراجعة إلى الحكومة أو إلى البرلمان. وبقيت هذه الفكرة متجذرة في المخيال التونسي بكون منصب رئيس الجمهورية له رمزية كبيرة وله يعني أهمية، هي التي تدفع بالعديد من المترشحين إلى التقدم إلى هذه الانتخابات. نعم. سادة آسيا، من 26 مرشحا للانتخابات الرئاسية ترشحت سيدتان للمنافسة على لقب الرئيس القادم، سيدة عبير موسي وسيدة سلمى اللومي. لماذا لم تعكس نسبة المرشحات حقيقة حضور المرأة التونسية في المشهد كناخبة، خاصة أكثر من نصف الناخبين هم من النسوة؟ المرأة هي التي أوصلت أيضا بعدد الأصوات الباجي قايد السبسي إلى سدة الرئاسة، كيف يمكن أن نفهم هذه المفارقة؟ صحيح هناك مفارقة، يعني تقريبا هناك إجماع على أن 1,000,000 امرأة ساهمت بصوتها في يعني وصول باجي قايد السبسي في انتخابات 2014 إلى قصر الرئاسة. أولا يعني عندما نقول أن هناك امرأتان بين في قائمة طويلة من 26 مترشح لهذه الانتخابات، دون أن ننسى أن هناك مترشح في السجن وهناك مترشح في المنفى، وهو ما يجعل هذه الانتخابات في كل الحالات استثنائية كيفما قلبناها. يعني
ربما أيضا ما زلنا رغم أننا يعني نتحدث عن موقع للمرأة التونسية في مختلف المجالات، ولكن سياسيا وفي قرارات وفي مواقع اتخاذ القرار والسلطة ما زالت المرأة يعني بعيدة، حتى وإن كان لها حضور في المجلس النواب الشعب في كل الانتخابات السابقة. عبير موسي عاكست شقا مهما، وحتى خلال المناظرات يعني كانت وافية لمبادئها، لالتزاماتها، لعدائها إلى حركة النهضة والإسلاميين، وفية لمبادئها للحزب الدستوري وحتى للنظام السابق. بالنسبة لسلمى اللومي يعني هي مترشحة وافدة جديدة على المجال في المجال السياسي، وهي تظل يعني صناعة تقريبا المال والتجربة الجديدة لباجي قايد السبسي، منحها فرصة الوصول إلى قصر قرطاج كمستشارة سياسية، وكانت كوزيرة للسياحة. ولكن في كل حالات هذا لا يعكس يعني تطلعات المرأة التونسية في مجالات سياسية. احنا اليوم ننظر ان هناك الكثير من هذه الانتخابات يعني وراءها اللوبيات، وراءها الماكينة الحزب الانتخابي، وراءها الكثير من المال. نرى ايضا حظوظ المترشحين هي غير متساوية، ليس من يملك كمن لا يملك، هناك من له حملة انتخابية تعتمد كل اساليب التقنية الحديثة، وهناك من ليس له حملة انتخابية بالاساس ويعتمد على بعض المتطوعين. هناك يعني من لهم ومن ليس لهم. في نهاية المطاف نحن نتطلع إلى موعد القادم يوم الأحد، سيكون اختبار أساسي بالنسبة للناخب التونسي ومدى استعداده لخوض للمشاركة والخروج عن عزوفه. لا ننسى التحديات الحالية، لا ننسى إلى جانب هذه الصورة الجميلة التي نريد جميعا التسويق لها لهذه التجربة الديمقراطية، أننا نعيش واقع مأساوي اقتصادي اجتماعي. كانت فيضانات بالأمس، من الفيضانات إلى التحديات الاقتصادية، التحديات الاجتماعية، إلى التحديات المالية التي تعيشها تونس اليوم، سنعود إليها بالتحديد لأن التركة ثقيلة، ومن سيدخل القصر قرطاج وأيضا البرلمان ستكون لديه ملفات حارقة حتى يبدأ العمل. أعود إليك دكتور خالد، اليوم تطرح عندما نشاهد العمل السياسي التونسي هناك الكثير من المصطلحات من قبيل الطبقة الحاكمة والمرشح الشعبي أو المرشح الشعبوي أيضا، ما المقصود بهذا السجل؟ وهل هناك كما يقال قطيعة بين الناخب التونسي والنخبة الحاكمة أو النخبة الحاكمة وعامة الشعب التونسي؟ فعلا هذه القطيعة هي موجودة، وقد سبق أن ذكرناها منذ 4 سنوات عندما ذكرنا بأن هناك نوع من القرف بين النخبة السياسية، وشعور القرف الذي يشعر به الناخب أو الجمهور لا بأس به من التونسيين تجاه النخبة السياسية، باعتبار أن الناخب التونسي أو جزء من التونسيين يرون بأن هذه النخبة قد طارت به كثيرا في الأحلام، وأوهمته بوعود تبين فيما بعد أنها كانت وعودا هلامية وجوزفية لم يتحقق منها أي شيء تقريبا، باستثناء هذه المسألة بعض الحريات وهذا المسار الديمقراطي. لكن على أرض الواقع حال التونسي ومعيشته اليومية ومعاشه اليومي هو أسوأ بكثير مما كان عليه قبل 2011، ولذلك هو نراه يزداد حنقا أكثر فأكثر على هذه الطبقة الحاكمة، ولذلك نفهم لماذا موجودة مثل هذه القطيعة. لكن وفي ذات الوقت هذه النخبة السياسية الموجودة حاليا جزء كبير منها لم تستوعب ما معنى أن يكون سياسيا. هناك الكثير ممن يقول ويقدم نفسه بأنه سياسي، لكن في نفس الوقت ليست لديه القدرة على أن يعبر عن هذا المعنى بمعنى الثقافي وبمعنى الإبستمولوجي. ولهذا السبب نلاحظ أن التونسي يقوم بعملية فرق إن شاء أو مقارنة بين هذا السياسي وهذه الطبقة السياسية الموجودة حاليا وطبقة الأخرى التي جاءت فيما يسمى دولة الاستقلال في بدايات استقلال تونس، والتي كانت وراء تحرير تونس من الاستعمار. هذه النخبة السياسية في تلك الفترة كانت نخبة سياسية وفي نفس الوقت نخبة مثقفة، وحملت حلما وحملت معها حلما، وهذا الحلم كان جماعيا مررته إلى التونسيين، فبنوا ما سمي ببناء دولة الاستقلال. هذا لم يره التونسي الآن، بل بالعكس يرى الكثير من الخراب، بالرغم من أن هناك تطور كبير على مستوى الحريات والديمقراطية. على مستوى تطور الحريات والديمقراطية وطبعا السماح للجميع بالترشح، أستاذ أمين، حتى نفتح المجال لتفسير هذا الواقع للمشاهد العربي، من بين المترشحين 26 هناك سجين
الآن يقبع في السجون التونسية، لديه قضايا لم يتم البت فيها بعد، وهناك فار وهو ممنوع من الدخول إلى تونس أيضا بسبب قضايا. هناك بعض من هذه القضايا تم البت فيها وإصدار أحكام لا يبدو أنها نهائية لأنه تمكن من الترشح. سؤال هنا، لماذا لا يمنع القانون الانتخابي أي سجين أو من لديهم قضايا من الترشح؟ هناك في الواقع مبدأ هام وهام جدا، وهو مبدأ يعني بسيط وبديهي ونعرفه الجميع في العدالة والقانون بصفة عامة، وهو قرينة البراءة. وقرينة البراءة لا يمكن دحضها نهائيا إلا عندما يصدر حكم بات ونهائي غير قابل لأي وجه من وجوه الطعن ضد المتهم، لأنه يبقى دائما متهم ومتمتع بقرينة البراءة إلى حين صدور هذا الحكم البات ونهائي. بالنسبة لوضعية المترشحين المذكورين، هما في الواقع لم يصدر فيهم إلى الآن أي حكم بات ونهائي بالإدانة في القضايا المتعلقة بهم، وهي قضايا متعلقة بالتهرب الجبائي وقضايا متعلقة بتبييض الأموال، وهي مجرد اتهامات إلى حد الآن في قيد التحقيق، في قيد يعني جمع الأدلة والسماعات والشهود، وما زلنا في طور التحقيق، غير أن قاضي التحقيق بطبيعة الحال أن تبين له أن هناك قرائن جدية أو متضافرة أو هناك خطورة في يعني إفلات هذا الشخص من العدالة، حينئذ يمكن له أن يصدر بطاقة جلب، وهو ما وقع. وقد وقع الطعن في هذه البطاقة من قبل يعني الشخصين المذكورين المترشحين للرئاسة، ولكن هذا الطعن رفض. على كل هما قانونيا يبقى دائما في المسابقة، نعم، ولهم الحق في المواصلة، مواصلة الحملة الانتخابية، ولهم الحق كذلك في يعني التقدم للدور الأول، وإن فاز أحدهم في يعني ترشح للدور الثاني دور ثاني فحينئذ يمكن له كذلك أن يترشح للدور الثاني. هذا في حالة ما يعني لم يصدر بعد حكم بات ونهائي. عندما، وهذه صورة قد تطرح وهي صورة نظرية تبدو ولكنها قد تطرح على أرض الواقع، حينما يفوز نهائيا أحد المترشحين هؤلاء بمنصب رئاسة الجمهورية وهو لم يصدر فيه بعد حكم قضائي، هنا رئيس الجمهورية حسب الفصل 75 من الدستور يتمتع بحصانة، يعني تقف جميع التتبعات تجاهه وتقف جميع القضايا المنشورة تجاهه طالما أنه أصبح يتقلد يعني منصب رئاسة الجمهورية. ولكن هذا يعني أستاذ أمين أنه يمكن أن نهائية عن هل يمكن له أن يؤدي القسم وهو في السجن إذا ما فاز هذا ذاك الذي هو الآن مسجون ولم تصدر في حقه أي أحكام ومر من الدور الأول إلى الدور الثاني، كيف سيؤدي القسم إذن؟ في الواقع هو مبدئيا يعني هوني بصفة عملية نتحدث، مبدئيا يخرج من السجن مباشرة قبل أداء قسمه عند صدور النتائج النهائية عن هيئة الانتخابات بفوزه النهائي في الانتخابات، بحكم أنه تقف ضده كل التتبعات وكل القضايا المنشورة ويؤدي قسمه حينئذ في قصر قرطاج كما هو معمول به. تستأنف فيما بعد القضايا وهذه التتبعات عند نهاية العهدة، عند نهاية عهدة الرئيس، يعني بعد 5 سنوات، أو بطبيعة الحال إن كان إن دفع الرئيس يعني إن سئل من أجل خطأ جسيم أثناء عهدته، يمكن كذلك أن تستأنف هذه القضايا وهذه التتبعات. واضح أستاذة آسيا، طبعا كنت أود أن أذهب إلى كل هذه السيناريوهات في ختام الحلقة ولكن الموضوع مشوق حقيقة، بما أنه هناك الكثير من المترشحين هناك نقطة استفهام عليهم من هذه النقطة، سجين والآخر فار، والتحالف أستاذة آسيا الذي حكم تونس في السنوات الأخيرة لم يسهم في وفاق سياسي عام، لم يسهم أيضا في دفع بعجلة التنمية في تونس ولا في إصلاح الأوضاع. فهل هذا الوضع السياسي والتي كنت بدأت في الحديث عنه الاقتصادي والسياسي الأغرب هو كارثي، يتطلب في هذه المرحلة انتخاب رئيس توافقي، انتخاب رئيس تكنوقراط، رئيس نظيف وصادق؟
هو حتى الآن يعني التوافق مع بين نداء تونس يعني مجسدا في الرئيس الراحل بجد القائد السبسي يعني ووفاته هي التي مهدت لهذه الانتخابات السابقة لأوانها وبين حركة النهضة، هو لم يجنب تونس الأزمات ولكن أجلها. نحن اليوم نتجه إلى مواجهة هذه الأزمات. لا ننسى أولا لابد من التذكير أن رئيس الدولة رئيس الجمهورية التونسية هو تقريبا المنصب الوحيد الذي ينتخب انتخابا مباشر من كل مكونات الشعب. هناك سيناريوهات اليوم نود ألا تكون حاضرة بيننا، هل سيكون رئيسنا قادم من السجن، هل سيكون رئيسنا قادم من المنفى؟ هذه معنى من أعقد ما يمكن أن يواجهه المشهد التونسي في المرحلة القادمة، خاصة هذا عيب من عيوب يعني القانون الانتخابي الذي معناتها شرع هذا المجال لكل من ترشح بفضل التزكيات. لا نعرف هذه التزكيات التي تفتح بدورها الباب على الفساد وعلى التمويلات غير شرعية، هذا من ناحية. من ناحية أخرى أيضا هناك دور الهيئة المستقلة للانتخابات الإيزي والتي يعني تقريبا ظلت حتى الآن تتهرب من كل الاستحقاقات، هي ترمي الكرة للقضاء، يعني هي لا ترى مانعا من ترشح سجين في مترشح في السجن أو مترشح في المنفى. يعني كل ما هذا التداخل بين القضاء والسياسي في نهاية المطاف يعيدنا إلى مرحلة أولى هيمنت على تونس وهي عقلية الغنيمة التي تقودنا، عقلية الغنيمة التي هيمنت على النخب السياسية التي قادت البلاد حتى الآن، عقلية الغنيمة التي هيئت لسياسة التوافق التي يعني اليوم تواصل على حد تعبير حسنين هيكل تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم. يعني احنا ندخل إلى هذه الانتخابات بمترشحين من اليسار منقسمين، بمترشحين من العائلة التي تصف نفسها بالوسطية التقدمية البورجيبية التي تتنافس على الأصوات يعني تقريب 8 أصوات. حتى حركة النهضة طالها يعني طالتها العدوى، هناك يعني من داخلها 3 أو 4 مترشحين يتنافسون على الأصوات السلفية والأصوات المتشددين. في نهاية المطاف عقلية الغنيمة وليست عقلية المصلحة الوطنية التي تقودنا. ولو كتب لهذه النخبة أن تتفق أن تضع نصب أعينها مستقبل تونس والمصلحة الوطنية للأجيال القادمة لما كانت كل هذه المآسي التي نراها اليوم في مؤسساتنا العمومية في اقتصادنا في كل معناتها نواحي حياتنا الاجتماعية. لا ننسى نقطة مهمة وأن هذه الانتخابات الرئاسية ستتزامن مع العودة المدرسية، ما ستتزامن مع انشغالات كبيرة للمواطن التونسي ولأصحاب العائلات المنشغلين بهذه الاستعدادات أيضا العودة المدرسية. وهو جانب سيحسب له 1000 حساب في تحديد توجهات الناخب وفي تحديد العزوف الذي نسجله منذ الانتخابات البلدية السابقة والانحباد التمهيدية. نعم، بعد الفاصل سنتحدث عن جولات المناظرات في الانتخابات الرئاسية وهي جديد هذه الانتخابات في تونس، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، أعود إلى دكتور خالد. دكتور، إذن حدث ديمقراطي شهدته تونس هو الأول من نوعه في البلاد، ليس الأول في العالم العربي، وهو جولات مناظرات بثتها وسائل الإعلام التونسية إن كانت العمومية أو الخاصة، مناظرات بين المترشحين للرئاسة كلهم باستثناء 2، من هو فار خارج تونس ومن هو طبعا مسجون في تونس. ما دلالات هذا الحدث بالنسبة لديمقراطية فتية مثل تونس؟ هل يمكن أن تؤثر على نتيجة من وجهة نظرك على المترشحين في يوم 15 من سبتمبر؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال لنقطة أساسية، وهي أنه لا يمكن أن نفهم لماذا ظهرت ظاهرة ما يسمى بالشعبوية وخاصة منها ظاهرة نبيل القروي إلا من خلال هذه القطيعة التي حدثت بين النخبة السياسية وكذلك عموم أو جزء لا بأس به من التونسيين خاصة من الطبقات المحرومة والكادحة. إضافة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا يمكنها أن تلتزم إلا بما جاء في بعض فصول الدستور وبالمجلة الانتخابية أو القانون الانتخابي فيما يخص موقفها من سليم الرياحي أو نبيل القروي الذي هو
في طور الإيقاف وليس في طور السجن، فهو ليس بمسجون. بالنسبة لهذه المناظرات التي حدثت أعتقد أنها تعتبر نقطة إيجابية للغاية، باعتبار أنها لأول مرة تحدث في تونس، ولهذا السبب كتجربة يجب الأخذ بها، ويجب أن يكون هناك نوع من التراكم حولها وتقويمها وكذلك تقييمها، لأن هذه المناظرة وبهذه الكيفية التي حدثت تذكرنا بنوع من المناظرات التي حدثت في فرنسا خلال الانتخابات الرئاسية في 2017 على الأقل، عندما كان في الدور الأول العديد من المترشحين، لكن هناك بعض الهينات داخل هذه المناظرات ونحن نعرفها، ولكن على الأقل ما هو إيجابي فيها أن مكنت التونسي لأول مرة من أن يشاهد هؤلاء المترشحين وجها لوجه، يراهم كيف هم في حقيقتهم، في مظهرهم، في طريقة كلامهم، في طريقة تجاوبهم مع الحضور، مع الكاميرا، مع أسئلة الصحفيين، وهذا كله من شأنه أن يمكن التونسي من أن يبتعد عن التشويش الذي حدث له جراء ما هو موجود في مواقع التواصل الاجتماعي. نحن نعرف أن مواقع التواصل الاجتماعي هناك بعض الصفحات التي هي مهمتها فقط عوض أن تساند هذا المترشح أو ذاك، أو تعبر أو تعرف بهذا المترشح، نراها تقوم بتشويه بعض المترشحين دون غيرهم، تشويها يطال حتى العرض ويطال حتى كل ما هو لا أخلاقي. ولهذا السبب على الأقل هذه مناسبة كي يتمكن تونسي من أن يأخذ قراره بعيدا عن أي تأثير كان. إضافة إلى نقطة أخرى، أن هؤلاء المترشحين مكنت المناظرة من أن يحسم التونسي في بعضهم، خاصة من لم تكن لديه القدرة على أن يجيب بوضوح، من لم تكن لديه القدرة على أن يبين مدى عمقه السياسي وعمقه الفكري، ومن لم تكن لديه القدرة على أن يواجه الكاميرا وأن لا يرتبك. هناك بعض الأشياء التي حدثت خلال هذه المناظرات على الأقل حسمت الأمر للبعض بالنسبة لجزء لباس به من التونسيين، ولهذا بالرغم من الهينات، بالرغم من أنها لا ترتقي إلى مناظرة حقيقية بل هي عبارة على مشافهة سؤال جواب، لكن يجب أن نحافظ عليها. أستاذ أمين، أكيد أنك تابعت هذه المناظرات، كانت هناك أسئلة في مجالات تتعلق بحقوق الإنسان، بالأمن القومي، بالاقتصاد، بالعلاقات الخارجية، الكثير من المواضيع ربما بحسب المتابعين رأوها خارج نطاق مسؤوليات الرئيس، فلذلك أنا أود منك أن تذكرنا بهذه المسؤوليات حسب الدستور التونسي. صحيح، خلال هذه المناظرات لاحظنا أنه تم استجواب المترشحين للرئاسة في مواضيع يعني خارجة عن نطاق صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص عليها الدستور، وهذه الصلاحيات هي في الواقع اليوم يعني نعرفوها، يعني كل مطلع يعرفها نظرا لكون الإعلام ذكرها العديد من المرات، وحتى في المناظرات يعني تم تحديد هذه الصلاحيات، وهي السياسة الخارجية، الأمن القومي، بالأساس هي يعني الصلاحيات الراجعة إلى رئيس الجمهورية، ولذلك هو من يعني يوافق أو لا يوافق على تعيين وزير الخارجية ووزير الدفاع في الحكومة، يعني هو يضبط السياسة العامة للأمن القومي ولا يشاركه في ذلك رئيس الحكومة بل يتشاور معه فحسب. بالنسبة إلى بقية الصلاحيات، هي صلاحيات في الواقع غير مباشرة أعتبرها، وهي صلاحية ضمان علوية الدستور. صلاحية ضمان علوية الدستور نفهمها عندما توجد بعض الظروف الاستثنائية التي تستدعي تدخل استثنائي وتدابير استثنائية، وهي حالة الاستثناء مثلا التي ينص عليها الدستور، حينئذ يكلف رئيس الجمهورية بإعلان عن حالة الاستثناء ويعود إليه ذلك. هنالك أيضا طريقة غير مباشرة تمكن رئيس الجمهورية من أن يتجاوز صلاحياته الدستورية كما نص عليها الدستور، ويدخل مجال قد يعود إلى الحكومة أو قد يعود إلى السلطة التشريعية، وهي المبادرة التشريعية. المبادرة التشريعية حق من حقوق رئاسة الجمهورية كما هي حق من حقوق النواب وكذلك الحكومة، فلرئيس الجمهورية أن يقدم مشروع قانون في مجال يراه هو صالحا، ويودع هذا المشروع بمجلس نواب الشعب للنقاش، وقد يتعلق هذا المشروع بمواضيع تشريعية تابعة للقانون العادي أو القانون الأساسي، ولكنها قد تتجاوز المجالات
التي تعود إلى رئيس الجمهورية حسب صلاحياته الدستورية. وهنا عنا زوز أمثلة. المثال الأول كان قانون المصالحة الإدارية الذي يعفي جملة من الموظفين يعني ويخرجهم عن نطاق العدالة الانتقالية المرتبطة بممارسات النظام السابق. وأيضا لدينا مشروع القانون يعني الذي تم إيداعه السنة الفارطة من قبل رئاسة الجمهورية وهو المتعلق بالمساواة في الميراث. وهنا نرى أن رئيس الجمهورية تجاوز يعني الصلاحيات الدقيقة المذكورة ودخل مجال التشريع في مجال الأسرة والأحوال الشخصية. ولكن يتطلب ذلك الأمر أن يكون له حزام سياسي داخل البرلمان ليدعمه لتمرير هذا المشروع. سأبقى معك إن سمحتم لي ضيفي الآخرين دكتور خالد وأستاذ آسيا في موضوع واحد حتى نفصل هذا الموضوع. الرئيس يشرف على وزارة الدفاع التي هي عنصر من عناصر طبعا الأمن القومي، بينما وزارة الداخلية تتبع رئيس الحكومة. هل يسمح هذا التوزيع لرئيس الدولة رئيس الجمهورية بلعب دوره كرئيس لمجلس الأمن القومي؟ هل هناك خلل في الدستور؟ مجلس الأمن القومي هو مجلس يختص بضبط التوجهات العامة والمبادئ العامة والسياسة العامة للأمن القومي في البلاد، وسواء كان ذلك أمن داخلي وهو ما يفسر وجود رئيس الحكومة كعضو في هذا المجلس لأنه مشرف على وزارة الداخلية، أو أمن خارجي وهنا يعود ذلك إلى الدفاع ولرئيس الجمهورية. يعني هو في الواقع مجلس يضبط توجهات وسياسات عامة. على أرض الواقع هناك وزارة الداخلية هي التي تختص بالحفاظ على الأمن الداخلي وتطبيق القانون على الصعيد الداخلي، وهذا راجع إلى اختصاصات رئيس الحكومة. في الواقع التنسيق بين الاثنين هو أمر يرجع إلى مدى تناغم رئيس الجمهورية كرئيس يعني من أي عائلة سياسية هو أو من أي حزب هو، وكذلك إلى رئيس الحكومة إن كانوا متجاسمين، رئيس الحكومة إذا كانوا متناغمين يعني متجانسين سياسيا فإن هذا التنسيق وهذا التشاور ينجح. ولكن إن كانوا من عائلات مختلفة وهذه صورة واردة جدا، قد يصعب الأمر. أستاذ آسيا، لاحظت هنا التعطيل الذي يمكن أن يشهده المشهد السياسي التونسي في المستقبل إذا كان هناك انعدام في التجانس بين رئيس الحكومة بين الرئيس ورئيس حكومته في المستقبل. هل يمكن أن نحيل هذا على إشكالية في دستور خرج عام 2014 لم يحسب لهذه الإمكانية حسابا من وجهة نظرك؟ ربما هناك إشكالية في الدستور، ولكن الإشكالية الكبرى هي في عقلية النخب السياسية، لأنه في حالة التوافق والانسجام بين رئاسة الجمهورية أي قرطاج وبين رئاسة الحكومة أي القصبة فإن الأمور تكون منسجمة، وهذا تقريبا ما حصل إلى حد ما بعد فوز نداء تونس بالرئاسية والتشريعية قبل أن تشب الخلافات إلى هذا الحزب الذي ولد كبيرا ثم اندثر، وتتحول يعني العلاقة إلى علاقة خلافات وصراعات بين القصبة وقرطاج. وهذا ما كان يعني الرئيس الراحل في أكثر من مناسبة تحدث عنه وأشار إلى ذلك في لقاءات صحفية أو في مناسبات، نذكر خطابه في عيد الاستقلال في 20 مارس، وحتى اليوم يعني حتى اللحظات التي سبقت وفاته وهذا الغياب المؤقت والغياب الدائم وما رافق هذه السجال الحاصل في المشهد السياسي. اليوم نحن يعني نعيش مجددا على المخاوف من مما حصل، ونحاول ونتطلع إلى ما سيكون عليه نتائج الانتخابات القادمة. طبعا نحن نقترب أكثر فأكثر من الصمت الانتخابي، ومع بدء العد التنازلي إلى هذا الاستحقاق الانتخابي يبقى المشهد على درجة من الغموض. حتى المناظرات التلفزية على أهميتها والتي يمكن أن نقول أنها تحتمل مستوى التنظيم، وكان يعني شكلي ورائع وصورة جميلة جدا لهذه التجربة الانتقالية ولهذه الانتخابات، ولكن في المضمون أنها ساعدت أيضا أسقطت الكثير من الأقنعة، كشفت الكثير عن إمكانيات وقدرات هذه النخب في التعاطي مع قضايا مصيرية ومع مسائل يعني حساسة جدا بالنسبة للناخب التونسي، والتي ربما في جزء كبير منها هذه المناظرات لم تساعد ربما الناخب التونسي على تجاوز حالة الغموض أو على الحسم فيما يتعلق بهذا الخلاف.
الخيار. ومن هنا يعني تقريبا هذه الحساسيات في التطلع إلى هذه الدورة الأولى وما ستؤول إليه، يعني لتفتح المجال إلى دورة ثانية. كل السيناريوهات واردة، لا نعرف من سيكون في هذه المرحلة، سيكون مرشح سجين، سيكون مرشح مبعد، يعني كل السيناريوهات وكل التوقعات واردة في هذه الانتخابات يعني المصيرية. نعم. بالنسبة لتونس اليوم، وبالتالي يعني كل الاحتمالات يجب أن نضعها في الحسبان. نعم. وصعب جدا، نحن اليوم نعيش في مرحلة الخروج من المشهد العربي الذي يعني يكون فيه مترشح واحد ب 99% من الأصوات إلى مشهد لا نعرف قطعيا من سيكون الوافد الجديد. نعم. في قصر قرطاج. نعم. سأبني على هذه النقطة معك دكتور خالد، تحدثت عن قطيعة ضبابية أيضا، وحتى هذه المناظرات ربما لم تحسم خيار التونسي. التونسي يعيش الآن صعوبات جمة في حياته جراء غلاء المعيشة، صعوبات ومعاناة فعلية يعيشها يوميا المواطن التونسي. هل يمكن لذلك المواطن مع كل هذه المشاهد الجميلة للديمقراطية ولحرية التعبير والسقف العالي، هل يمكن أن يسأل هذا المواطن التونسي في مرحلة من المراحل ما قيمة هذه الديمقراطية إن لم تكن تطعمني من جوع ولا تؤمني من خوف؟ هو هذا المواطن هو ليس محل شك السؤال، بل هو قد سأله فعلا. نحن يمكن نتكلم عن الماضي. نعم، هذا المواطن قد سأل فعلا هذا السؤال، ولهذا السبب لا يمكن أن نفهم لماذا ظهرت وبروز بعض الظواهر في تونس الآن إلا من هذه الزاوية، زاوية أن التونسي بات يتساءل وبحرقة، ما الفائدة من الحرية، ما الفائدة من الديمقراطية، وأنا أبات جوعانا ولا أقدر على أن أعيش يوميا ولا أقدر على أن ألبي احتياجاتي وخاصة احتياجات أطفالي. ولهذا السبب نفهم لماذا هناك المقارنة دائما تحدث في تونس، وهذا معطى أساسي بسيكولوجي. التونسي يقارن، وهذه خاصية موجودة مزاجية للتونسي، رأيناه في فترة بن علي الرئيس السابق كان يقارن بين فترة بن علي وفترة الحبيب بورقيبة، ولذلك حدث خلال فترة بن علي الحنين إلى البورقيبية. وبعد 2011 قام التونسي بالمقارنة بين فترة بن علي وفترة ما بعد 2011، خاصة على مستوى المعاش اليومي وما يسمى بقفة المواطن أو إنشان الضروريات الحياتية للتونسي، والأمن بالخصوص باعتبار أن كان هناك أمنا برغم من مظاهر من بعض الظواهر. هذا كله دفع بالتونسي إلى أن يقوم بالمقارنة، ورأى أن في المقارنة أن فترة بن علي تعتبر أفضل في بعض المستويات مقارنة بالفترة الحالية، ولذلك هذا تساءل طرحه التونسي. ولهذا سبب نفهم لماذا ظاهرة مثل ظاهرة عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحل رجعت بكل قوة ولديها العديد من الأنصار والمريدين، وهي لا تتوانى من أن تعتبر نفسها ومواصلة للفترة السابقة. كما أيضا لا يمكن أن نفهم ظاهرة بروز القروي إلا أيضا من هذه الزاوية، لأن القروي ركز على هذه النقطة بالذات. نعم. نقطة التفقير التونسي الذي لوحظ منذ 2011 وإلى الآن، ولهذا هذه الظاهرة ظاهرة التفقير التونسي ركز عليه نبيل القروي وتمكن من أن يكسب حوله تعاطفا كبيرا من الفئات المهمشة والمعدمة في. نعم. تونس. نقطة أخيرة سيدتي بالنسبة للجيش التونسي كتعقيب صغير، الجيش التونسي عقيدته منذ أن تكون الآن تقوم على ضرورة الدفاع عن حياض الوطن من أي خطر داخلي وخطر خارجي، ولذلك الجيش التونسي في حالات الضرورة يتدخل في الأمن الداخلي، مثل ما حدث عندما اضطر للتدخل في انتفاضة 1978 وقمعها، وأيضا عندما حدثت ما يسمى بأحداث مدينة قفصة في 1980 وتدخل فيها، وأيضا ظاهرة الإرهاب. فالأمن الداخلي أيضا من مشمولات الجيش لكن بالتنسيق مع الداخلية. واضح. المحور الثالث والأخير في هذه الحلقة سيكون حول الرئاسية في تونس، حتمية الدور الثاني وحتمية العودة للاستقطاب. ابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد. نواصل إذن هذا الحوار مع ضيوفنا الكرام. أعود إليك أستاذ أمين. أستاذ أمين، في بداية الحلقة تحدثت عن السيناريوهات الممكنة إذا ما فاز نبيل القروي وهو مسجون حاليا بالرئاسة، وكيف أن هذا سيعطي حصانة ويخرجه مباشرة من السجن إلى قصر الرئاسة. ماذا الآن إذا مر الشاهد إلى الدور الثاني وهو رئيس حكومة؟ هل ستستقيل الحكومة يوم 16 من سبتمبر ثم يعاد تكليفها بصرف تصريف الأعمال إلى حين تعيين رئيس حكومة جديد؟ سيكون ذلك بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل ائتلاف حاكم يختار من بينه رئيس الحكومة؟ كيف ستكون؟ هل هناك أزمة هنا دستورية إذا ما ترشح أو مر للدور الثاني الشاهد؟ في الواقع لا وجود لأزمة، لأنه لن تكون هناك حالة فراغ بحكم أن هذه الحكومة المباشرة اليوم سوف تبقى إلى أن تصدر نتيجة الانتخابات النهائية، وإلى أن يعني يتم تعيين حكومة جديدة منبثقة عن البرلمان. في الواقع الفراغ غير موجود إلا في صورة الاستقالة الإرادية لهذه الحكومة يعني. نعم، واضح. أستاذ آسيا، هل سيشارك الناخب التونسي بحماس في هذا الاقتراح؟ حتى نكون صريحين مع بعض، هل هو متحمس لهذه الانتخابات؟ هل هو يعيش في حالة قلق؟ هل هو غير مقبل عليها لأنه تعب وتعبت ميزانيته العائلية؟ هل سيحجم عن المشاركة ليقتصر التصفيت فقط على منتسبي أعضاء هذه الأحزاب التي هي في المقدمة اليوم؟ طبعا نحن نأمل أن تكون المشاركة كثيفة، على الأقل يعني نجحت الهيئة المستقلة للانتخابات في تحدي كبير وهو يعني تقريب تسجيل 7 ملايين ناخب. يعني نحن نأمل أن تكون مشاركة تعكس حجم هذه وأهمية هذه الانتخابات، ولكن الخوف كل الخوف، وخاصة أننا عشنا تجارب سابقة. نتذكر الانتخابات الجزئية في ألمانيا، نتذكر الانتخابات البلدية، نتذكر انتخابات المجالس البلدية المستقيلة، وآخرها يعني ما حدث في باردو. يعني كانت نسبة متدنية ومتدنية جدا تعكس عزوف الناخب، تعكس يعني خيبته الكبرى من هذه النخب السياسية، اهتمامه أيضا بقضاياه اليومية. لا ننسى العودة المدرسية، لا ننسى يعني حتى بالأمس القريب يعني 10 دقائق من الأمطار على العاصمة عطلت البلاد، أدخلت الحركة في حالة فوضى. يعني قلنا نقول أين الحكومة، أين الدولة ومؤسسات؟ نحن نقول نحن تونس دولة قانون ومؤسسات. يعني بضع ساعات جعلتنا نعيش تلك الحالة من المخاوف، من الانشغال. مواطنين يعني قضوا الليل غير قادرين على الوصول إلى بيوتهم، أمطار معدي غلبت كل الجهود. كل هذا يعني الحقيقة لابد أن نضع نصب أعيننا هذه المخاوف. زد على ذلك يعني هذه القائمة الطويلة العريضة خاصة في الدور الأول من الانتخابات، هناك حديث في الكواليس ربما في الساعات الأخيرة أن يقع يعني انسحابات لفات إجادة مترشح أو هذا المترشح أو ذاك، بما يجنبنا يعني تقريبا سيناريوهات لا نريد أن نخوضها. ولكن حتى الآن يعني التحدي خطير وخطير جدا. نعم. ولا بد من يعني دوافع قوية تجعل هذا الناخب يتحمل ويذهب إلى المكاتب الاقتراع ويسجل حضوره ويقرر هذا الخيار في موعد حاسم كهذا. نعتقد أنه الأخطر بالنسبة لمسار تونس ومستقبلها. سأخذ منك يا أستاذ آسيا نقطة الانسحابات وأطرحها عليك دكتور خالد. إلى الحد هذه اللحظة على الأقل لا يوجد انسحابات ولا تحالفات في الدور الأول إلى حد هذه اللحظة. هل سيحتدم الاستقطاب أكثر في الدور الثاني؟ وهل تتوقع أنه خلال هذه الأيام قبل الصمت الانتخابي يكون هناك من ينسحب لصالح شخصية أخرى؟ والله بصراحة هو سؤال صعب جدا لسبب بسيط، باعتبار أنني في البداية كنت نوعا ما متفائلا في إمكانية انسحاب البعض، وهذا ما سعيت إليه أنا شخصيا، لكن الآن بدت متشائما أكثر.
باعتبار أنني لاحظت كما يلاحظ العديد من المهتمين بالشأن السياسي في تونس بأن تضخم الأناء المفرط لدى البعض والنرجسية الزائدة عن اللزوم لدى البعض هي التي تدفعه إلى أن لا ينسحب من أجل مترشح آخر. ولهذا السبب الخوف كل الخوف مثل ما ذكرت الزميلة والصديقة آسيا من القادم الأيام إذا ما طلع أو برز مرشحان اثنان، قد يكون مرشح شعبوي وقد يكون المرشح الثاني من حركة النهضة الإسلامية. فلماذا أقول هذا؟ لأن التشتت الحالي داخل العائلة الوسطية الحدثية، إذ هناك حوالي 8 مترشحين هم يستنسخون أنفسهم، هم أنفسهم في نهاية الأمر، لكن إلى حد الآن لم يقبل أي منهم أن ينسحب لفائدة الطرف الأقوى نوعا ما والأكثر مقبولية. والأهم من كل ذلك أقول لن يقبل على الجزم، لن الزمخشري أي منهم أن ينسحب على وجه الاحتمال. ولهذا السبب المشهد هو نوعا ما عبثي، والنتيجة هي كما يلي: هذا التشتت الكبير وتناطح الديك بين مترشحين يستنسخون أنفسهم سيعم بالفائدة على مرشح خاصة حركة النهضة التي قواعده هي ملتزمة وتلتزم بالتصويت لمرشحها، وفي نفس الوقت هناك قواعد أخرى ستصوت لفائدة نبيل القروي باعتبار أن وجود نبيل القروي في الإيقاف وفي السجن يخدمه، وهي أكبر دعاية مجانية قام بها من كان وراء إيداعه السجن. فنبيل القروي هو الآن بمظهر الضحية وبمظهر المظلوم، ولذلك هناك تعاطف كبير لدى الفئات المهمشة والمعدمة والمحرومة تجاه هذا الرجل الذي رأته وكأنه هو المنقذ بالنسبة إليها. ولهذا السبب المشهد مثل ما ذكرت عبثيا، ولكن نرجو أن يقع في نهاية الأمر نوع من التصويت ما أسميه تصويت العقل وليس تصويت العاطفة، ويكون هناك تركيز على مرشحين من دون غيرهم يمكن أن يكون قادرين على أن يواجه مرشح الإسلام السياسي. ولهذا السبب نرجو أن تنتهي المسألة في أقرب وقت ويكون الدور الثاني واضحا على الأقل بين مرشح لا يهمه إن كان إسلاما سياسيا أو شعبويا، ومرشح آخر وسطيا فيه على الأقل الصفات التي تمكننا من أن نطمئن إليه، بالنظر إلى أن الوسطية في تونس هي الخزان الانتخابي الأكبر هنا. نعم أستاذ أمين، طبعا المشهد التونسي هو مليء بطرف ومكون مهم جدا وهو المجتمع المدني، هذا ما يسمح به طبعا الدستور، وهذا ما تنشط فيها الكثير من الجمعيات والمنظمات التونسية، ولم يتمكن أي أحد على مدى عقود من افتكاك هذا بعد نضال وصراع لسنوات للبقاء وللوجود. ما هو دورها وإلى مدى هو حاسم خاصة في هذه الفترة الانتخابية من الرئاسية على دورتين وكذلك التشريعية؟ بالنسبة للمجتمع المدني هو في الواقع منذ 2011 لم ينقطع هذا المجتمع المدني على العمل، على العمل في صالح الديمقراطية، وهذا شيء طبيعي. اليوم لاحظوا أن الحملة الانتخابية، الفترة الانتخابية بأكملها يعني منذ انطلاق الفترة الانتخابية وحاليا نحن وسط الحملة الانتخابية وإلى يعني الانتخاب، هنالك العديد من الجمعيات التي تشتغل على مراقبة الحملة، مراقبة الفترة الانتخابية، مراقبة الدعاية السياسية، الإشهار السياسي، مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. الأمثلة عديدة، هناك يعني جمعيات اليوم اكتسبت القدر الكافي من الخبرة ومن الكفاءة للقيام بمثل هذه المراقبة. فيما بعد سوف يأتي يوم الانتخاب أو أيام الاقتراع، وسوف تقوم هذه الجمعيات كذلك بدور كبير في المراقبة. ولاحظوا أنه اليوم هناك بيانات تصدر من الحين إلى الآخر حول تلفت النظر إلى بعض المخالفات أو بعض الإخلالات، تلفت النظر إلى بعض المواقف التي قد تكون صادرة عن هيئة الانتخابات أو صادرة عن هيئة الإعلام السمعي البصري أو صادرة حتى عن بعض أعضاء الحكومة في هذه الفترة الانتخابية، وأيضا تقوم بالتعليق على ما يجري في إطار القضاء وتداخل هذا التداخل الذي قد يصفه البعض بين القضاء اليوم والسياسة. يعني أظن أنه هناك ما يكفي لكي
يعني يكون لنا ثقة في هذا الدور المعدل والدور المراقب للمجتمع المدني خلال هذه الانتخابات كما كان الأمر سنة 2014. سأختم هذه الحلقة بسؤالين، من كان له حرج في الإجابة على السؤال الأول فله ألا يجيب، والثاني أظن أنه سيعجبكم. السؤال الأول، من تتوقعون أن يفوز ويترشح إلى الدور الثاني، الاسمين على الأقل؟ والسؤال الثاني، ما هي من موقعكم ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها للناخب التونسي؟ ماذا تريدون من الناخب التونسي أن يفعل يوم 15 من سبتمبر؟ أبدأ معك يا أستاذة آسيا. صراحة أعجز عن أن أرى يعني السيناريو القادم من سيفوز، ولكن الرسالة لا أوجهها للناخب، أعتقد أن الناخب التونسي ناضج، أوجهها حتى الآن إلى المترشحين على الأقل يعني الذين يدعون أنهم يمثلون الطبقة الشريحة المتوسطية والبرجيبية وما يمثل يعني دولة الجمهورية، أن يكون لكم فيما بقي من الوقت موقف وطني، وأن يسجلوا يعني للتاريخ موقف يحسب لتونس، أن يختاروا مرشح يقفون خلفه ويساندونه في المرحلة القادمة، يعني اعترافا لتونس واعترافا لشهدائها وللتضحيات التي منحتهم هذه الفرصة أن يكونوا في تلك المناظرات وأن يكونوا في المواقع التي هم فيها، وأن يجعلوا تونس هي الشعار وهي العنوان وليس يعني الحسابات السياسية والشخصية التي تدفعهم اليوم. واضح. أستاذ أمين، في الواقع مبدئيا من سيفوز؟ هذا سؤال صعب جدا، لأن المشهد ضبابي جدا اليوم كما سبق التعرض إلى ذلك في هذه الحصة، ولكن أظن أنه بالنسبة للقوة السياسية عموما، هناك قوة الإسلام السياسي في تونس ممثلة في حركة النهضة التي نتصور أن تكون على الأقل يعني هذا ما نجم نتوقع به في الدور الثاني. هذه نقطة. بالنسبة لنقطة ما يمكن أن أتوجه به إلى الناخب، أولا لا للعزوف عن الانتخاب، يجب التوجه والقيام بواجب والواجب الانتخابي يوم الانتخاب، ويجب كذلك في هذا الإطار الذي نلاحظ فيه تنامي الخطاب الشعبوي، يجب على الناخب التونسي أظن أن يحكم أكثر ما يمكن العقل والرصانة في اختياره، ولا ينساق إلى العواطف وإلى الميولات الذاتية التي في الواقع سوف قد يمكن أن يندم عليها فيما بعد. نعم، واضح. أختم معك الحلقة دكتور خالد، وباختصار إذا سمحت. أنا دائما أقول أن حركة النهضة هي نمر من ورق، وقوتها من ضعف الآخرين وتشتتهم وانتهازية بعضهم، ولذلك من الإمكان أن يكون في الدور الثاني مرشح حركة النهضة، ربما يكون معه هذه الاحتمالات، ربما يكون معه نبيل القروي، ولكن الاحتمال الثاني قد يكون بين نبيل القروي وعبد الكريم الزبيدي، كما أنه قد يكون بين عبد الكريم الزبيدي ومورو. تقريبا هذه الفرضيات في نظري. وبالنسبة للسؤال الثاني، أضم صوتي إلى ما ذكرتها السيدة آسيا العطروس، وأقول بالنسبة لبعض المترشحين الذين يستنكفون إلى الآن ويتلذذون في عدم الانسحاب، بأن عليهم أن يحكموا ضمائرهم، ومسؤولياتهم التاريخية ستكون جسيمة وسيحاسبون عليها تاريخيا، لأن الوقت الآن حاسم جدا واللحظة دقيقة للغاية ولا تحتمل الأنانية المفرطة التي نراها للبعض. والأهم من كل ذلك أن الكثير من التونسيين بعضهم سيذهب إلى التصويت، فنصيحتي إليهم ورجائي أن يحكموا عقلهم ولا يحكموا عاطفتهم، لأنهم في تحكيم العاطفة سيساهمون في مزيد من تشتيت الأصوات. من هذه الرسائل البليغة منكم جميعا نصل إلى ختام حلقتنا من قابل النقاش، والتي كان عنوانها السباق الرئاسي في تونس، موازين القوى في امتحان الحسم. أشكر باسمكم ضيوفنا الكرام من تونس العاصمة الذين أثروا النقاش، كل من الأستاذ أمين ثابت، أستاذ مختص في القانون الدستوري، الدكتور خالد عبيد، أستاذ التاريخ السياسي المعاصر بجامعة منوبة، والسيدة آسيا العدروس، رئيس تحرير صحيفة الصباح التونسية. يسعدنا أيضا أن يستمر تفاعلكم مع كل ما جاء في الحلقة عبر صفحة قابل النقاش على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع مؤسسة دبي للإعلام على الإنترنت، حيث يمكنكم مشاهدة هذه الحلقة والحلقات الماضية. تونس الخضراء التي كانت تفرح للسحاب الهتون يزيدها بهجة وجمالا، صارت تضيق ذرعا بمجرد المطر.
قضت العاصمة التونسية ليلا عصيبا وحالة غير مسبوقة من الشلل والارتباك بعيد فيضانات لم تكن لتحدث لولا اللامبالاة. خسائر جسيمة لا تعد ولا تحصى، وطرق وشوارع مغمورة، وعزلة تامة لبعض الأحياء، وتعطل في أغلب المرافق الحيوية. أصبحت الأمطار امتحانا سنويا لجدية الحكام والمسؤولين، وفي كل موسم يتأكد الفشل الذريع. تتجدد الوعود الانتخابية من الطبقة ذاتها، وتنطل الحيلة مرة أخرى على ناخبين ينامون على وعود ويصحون على كوارث، يلدغون من الجحر ذاته مرات ومرات. إلى اللقاء.